ايه ده؟ كل ده موز وعنب؟ يا ماما الحقي يا ماما، اختي عماله تنادي عليكي، لوحي صفاء عايزه ايه؟ وبقى تعالي بسرعه، قصدي ما تجيش. اختك بتنادي بس انا مش سامع حاجه يعني يا عفريت. يا ماما ده صوتها عالي قوي. حاضر يا اختي، ماما جايه اهي، يلا يا ماما نحلها بسرعه لما اشوفها عايزه ايه. بس كده في ايه يا زفت؟ عماله تنادي بصوت عالي ليه؟ لا يا ماما انا ما ناديتش عليك، انا قاعده بتفرج على التلفزيون وساكت. ايه ده؟ يعني العفريت ضحك عليا؟ بس كده خلاص مش قادر اكل تاني. انت بقى بتضحك عليا؟ ايه ده؟ انت كلت طبق العنب والموز كله يا زفت؟ لا يا ماما انا سبت لك العنبيه دي اهي. وحياه امك؟ الحقيقة يا ماما في راجل واقف تحت بيبيع بطيخ صيني. بيبيع بطيخ صيني؟ انا اول مرة اسمع ان في بطيخ صين. لا يا ماما ده طلع من زمان قوي، بقاله يجي 3 4 ايام كده، وسمعت كمان ان طعمه مش عارف بالمانجا او البسبوسة او الكنافة، بصراحة مش متأكد. انت متأكد يا عفريت من اللي بتقوله ده؟ ايوه يا ماما طبعا متاكد. انت عمرك شفتني كدبت عليك قبل كده؟ ايوه كدبت كتير يا عفريت، لكن المره دي يا ماما مش بكذب. طيب يا عفريت وبكام بقى البطيخه؟ ب 50 جنيه بس يا ماما. 50 جنيه؟ دي غاليه قوي يا عفريت. يعني يا ماما هتكون اغلى من المانجا يعني؟ عندك حق يا عفريت. امسك هدي يا ماما. البطيخة هي يا ماما، وريني يا عفريت. هات امسكي يا ماما بس وهتقع منك. لا ما تقلقش يا عفريت، هات خدي يا ماما هات. ده الراجل ضحك عليك يا عفريت واداك كور. ما انا يا ماما قلت زيك كده، الراجل بتاع البطيخ حلف لي ان دي بطيخه مسكوله. يلا بقى يا ماما سوقيها على سنسوفه قلع ولا حمله. طيب يا عفريت. ايه ده؟ ده كوره يا زفت. يا لهوي كوره؟ طب وبعدين دلوقتي يا ماما هنعمل ايه؟ الحل ان انفخك. تنفخيني؟ طب ما تنفخي الكل احسن يا ماما. وحياة امك انت بتهزر؟ يا ماما ايه ده؟ حلاوة المولد؟ ايوه حلاوة المولد. عايز ايه؟ عايز السمسمية يا ماما. بص انا هنام شوية ولما اقوم ابقى استمع عليك انت والعفريت. انا لسه هستنى لما تنام. الله يفرس. ماشي يا ماما. بقول لك يا عفريت قول لي بسرعه على سمس فاضي. مش فاضي؟ ما علينا. بص يا عفريت، ماما معاها علبه حلاوه المولد وانا بصراحه نفسي في السمسميه قوي. بجد يا لانجو؟ وانا كمان نفسي في الفوليه قوي. طب انت مستني ايه يا عفريت؟ روح جيب لنا علبه حلاوه المولد من جنبها. ولا اقول لك استنى كده 5 دقايق تكون نامت. حاضر يا لانجو. يلا نامي بقى يا ماما بسرعه. هي نايمة اهي. كنت واخد علبة الحلاوة ليه يا زفت؟ ده انا كنت لاقي حاصلها في التلاجة. وحياة امك هو فين الشبشب؟ الوجع ده يا جنبي. مالك يا ماما في ايه؟
جنبي عفريت عمال ينشر عليا ومش قادر استحمل خالص. اه يا جنبي. طب ما تسكتس يا ماما على نفسك ولح الدكتور بسرعة. لا لا اشرب بس يا عفريت وانا هبقى كويسة وزي الفل. لا لا يا ماما لازم تروح للدكتور علشان صحتك غالية عليا قوي. حاضر يا عفريت. ده انا مكسل اجيب لي نفس اصلب هجيب لك انت يا ماما، انت غريبة. ما تيجي يا عفريت معايا. لا روح انت يا ماما علشان انا مش بحب اشوف العيانين. طيب يا عفريت عايز حاجه اجيبها لك معايا وانا جايه؟ يبقى اجبلي قلبة اكسجين معاكي علشان لو قطعت النفس ابقى الحقك يا ماما. يخرب بيتك ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الخبل ده؟ معقول العلم والتكنولوجيا وصلوا لكل ده؟ اه يا جنبي. اه الدكتور قال لك ايه يا ماما؟ الدكتور قال لي ان كليتي هي اللي تعباني. كليتك؟ تصدقي يا ماما ان انت محظوظه وبنت حلال وجدتي اللي هي مامتك شكلها كده كانت بتتهلك قبل ما تتكل على الله. ايه اللي فكرك بجدتك دلوقت؟ ومحظوظه في ايه بقى ان شاء الله؟ محظوظه علشان لسه سايب فيديو للدكتور دلوقتي كان في واحده تعبانه راحوا سالوا الكليه بتاعتها وحطوا لها كليه خنزير. استغفر الله العظيم يا رب. انت عايزهم يحطوا لي كليه خنزير يا زفت؟ استغفر الله العظيم يا رب. خنزيري بس يا ماما، انا بقول ان هم يسيلوا كليتك ويلكبوا لك كليه كلب. كلب يا ابن الكلب. ده ايه الفلاح الجامد اللي في السلع ده؟ انت بتعمل ايه يا عفريت؟ بلعب شوية على التليفون يا ماما. تلعب على التليفون؟ طب سيب التليفون اللي في ايدك ده واقعد ذاكر شوية. اذاكر؟ حاضر يا ماما حاضر. عملت لك كوباية شاي يا عفريت. هي دي المذاكرة يا زفت؟ كنت بخلق الكت اللي جوايا يا ماما. وحياة أمك؟ باركلي يا ماما، أنا وصلت ال 100,000 على اليوتيوب النهاردة. مبروك يا رانجو. بس إيه التورتة الجميلة دي؟ تورتة؟ إيه ده؟ دي جميلة قوي. هات يا رانجو على صندوقها. لا بص يا عفريت انا هحطها هنا وكمان نص ساعة كده هناكلها. نص ساعة ده كتير قوي. وبعدين بقى مين اللي بيقلل ده؟ الو ازيك يا مسمس؟ عامل ايه؟ انا كويس يا عفريت، النهاردة الدور عليك في العزومة. ما انا عالف عالف. خمس دقايق كده واجيلك. بس ما تأخرش يا عفريت. حاضر حاضر. يلا سلام. يا ماما سوفي لي عسل جنيه معاك. مش معايا يا عفريت. مش معاكي؟ ما هتعمل ايه بقى يا عفريت؟ هتعمل ايه؟ بس ما فيش حل غير ان اعزمهم على الطلطة وخلاص. حاضر يا لانجو. يا ماما لانجو عمال ينادي عليكي. حاضر يا لانجو جاي اهي يلا بسرعة. معقول بينادي وانا مش سامعاه؟ حاضر يا لانجو جاي اهو. عايز ايه يا لانجو؟ مش عايز حاجة يا ماما. هو انت مش كنت بتنادي عليا؟ لا يا ماما ما ناديتش عليك. يبقى العفريت هو اللي مش بيسمع. طب يلا بقى عشان ناكل التورته. حاضر يا ماما. لما تجيلي يا عفريت. ايه ده؟ اما العفريت راح فين؟ ايه ده؟ اما التورته راحت فين؟ شكل العفريت اخدها. أخدها؟ ده أنا هنفخه.